معنا الآن من وينسر مراسل بي بي سي عصام كرماوي. مرحبا عصام. عصام، كيف تبدو الأجواء من حيث أنت من أمام قصر وينسر، وكيف تمضي الاستعدادات للجنازة؟ هناك الكثير من وسائل الإعلام تقف قرب البوابة الرئيسية لقلعة وينسر. الشرطة وضعت حاجزا للحيلولة دون اقتراب الناس كثيرا من هذه البوابة، لكن هناك العشرات بل ربما المئات من وسائل الإعلام والمصورين الذين حضروا منذ ساعات الفجر الأولى، بالإضافة إلى الكثير من البريطانيين الذين جاءوا إلى هنا بدافع الفضول أو لاستمتاع بأشعة الشمس هذا اليوم. الاستعدادات جارية على قدم وساق، وستبدأ الجنازة الرسمية في الساعة الثالثة بعد الظهر بدقيقة حدادا على الأمير، ثم يعقبها المراسم التي ستتم داخل الكنيسة عندما يحضر جثمان الأمير ويتم الصلاة عليه داخل الكنيسة المجاورة الملحقة بالقلعة هنا. الجنازة عصام ستكون محدودة النطاق، من أبرز من سيحضرها؟ يعني الحضور تقريبا كلهم من الأقارب، من سواء من أفراد العائلة المالكة البريطانية الملكة بالإضافة إلى أبنائها وأحفادها، وأيضا هناك ثلاثة من أقارب الأمير فيليب حضروا من ألمانيا. كما تعلمين هنا العائلة المالكة تضم العديد من الأفراد، مما اضطر رئيس الوزراء بوريس جونسون على حد قوله إلى التخلي عن مقعده بسبب إجراءات تحديد عدد المشاركين، وتبرع به أو تنازل عنه لأحد أفراد الأسرة المالكة لحضور هذه المراسيم. من وينسر مراسل بي بي سي عصام كرماوي، شكرا جزيلا لك، وبالطبع سنواصل هذه التغطية في تمام الثانية والنصف بالتوقيت غرينتش هنا في بي بي سي لنقل وقائع الجنازة. شكرا جزيلا لك يا عصام. إلى